هذا الاخ يسلم. كيف اخبارك يا صاحبي؟ اهلا وسهلا استاذي. اهلا وسهلا، كيف اموركم؟ كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. كيف شغل اليوم؟ والله تمام 100% الحمد لله. سبأ يونيون للصرافه. مرحبا وسهلا. تفضل. شو الاخبار؟ علومك؟ الحمد لله. كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله. ايش الخبر؟ مبارك. واحد الشركاء في شركه سبأ يونيون. مبارك، ايش اللي تنصح للناس اللي ناويين يشتغلوا هنا لكندا؟ ايش النصيحه اللي تجيب لهم؟ انصحهم انهم يعني يشدون عزمهم ولا يتراجعون عن قرارهم في الهجره الى كندا نهائيا مهما واجهتهم من الصعوبات. فاي عمل عظيم يجب ان يكون، يعني يفترض ان يكون امامه صعوبات وليس طريق ما سهله. قرار الهجره الى كندا قرار يعني مصيري وقرار ممتاز جدا، بالذات الذي لديهم اطفال وعوائل، للعيش بكرامه وبهدوء. وهناك العديد من الفرص في كندا، الفرص التعليميه والرعايه الصحيه والامن والامان والعدل والمساواه في هذا البلد. جزاك الله خير. وبالنسبه للناس اللي اجوا جداد، يعني عاد وصلوا كندا جداد وما قد مش عارفين شيء، ايش اللي تنصحهم؟ انصحهم انهم لا يستسلمون ابدا، لان البدايه كاي مهاجر ياتي الى بيئه جديده فيها كثير من الاختلافات وكثير من الاختلاف الثقافي، يجب عليهم ان يكونوا متحلين بالصبر. وهناك كثير من المنظمات التي تساعد المهاجرين الجدد في كندا، ومنظمات عربيه ومنظمات غير عربيه كلها غير ربحيه مدعومه من الحكومه، هناك تسهل لهم كثير من المهام، وهذا متاح من مراكز كثيره، ولا يستسلمون ولا ييأسون. وهناك العديد من الفرص امامهم لن تتاح لهم في اي بقعه في العالم مثل كندا. شكرا جزيلا. مبارك. شكرا.